اذا صباح الخير وتحيه طيبه لكل المتتبعين ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال المباشر. حنا تتواجدوا في جماعه وقياده المنابهة دائره طبور عماله مراكش باش نقول لكم من خلال هذا المباشر يعني كيفاش تتم عمليه تلقيح وتطعيم المواطنين يعني باللقاح الخاص بفيروس كورونا هنا بدار الولادة بجماعة المنابهة كما تتبعوا معنا متتبعين من خلال المباشر. يعني منذ الصباح يعني منذ الساعة الأولى من الصباح اليوم يوم الاثنين يعني تجندت السلطة وعلى رأسهم قائد قيادة المنابهة بالإضافة لأعوان السلطة وكذلك القوات المساعدة وكذلك الدرك الملكي هنا يعني بالمنابهة بالإضافة للمجلس الجماعي بالمنابهة من أجل إنجاح هذه العملية اللي تشاهدوا معنا من خلال هذا المباشر من أجل إنجاح هذه العملية كما تشاهدوا معنا متتبعين من خلال هذا المباشر. يعني نقربكم الآن من الأطوار هذه العملية كما تشاهدوا يعني أعوان السلطة هما اللي توقفوا على اللوائح المستفيدين من هذا التطعيم كما تشاهدوا الان يعني وتتم تسجيلهم في كناش خاص اللي ديال التلقيح يعني اعتمادا على البطاقه التعريف الوطنيه بالاضافه يعني الدواوير ديالهم والمحلات ديالهم محلات السكنه ديالهم قبل يعني اعطاء الانطلاقه كما تشاهدوا معنا خلال المباشر قبل ما انه تم يعني انه يمر الى الموظفات هنا بالمركز الولاده كما تشاهدوا معنا باش انه يتم تسجيله في يعني عبر التطبيق الخاص اللي فرضته وزاره الصحه باش انه تحديد يعني الاشخاص اللي يتم يعني الاستفاده ديالهم من هذا يعني التطعيم او التلقيح الخاص بفيروس كورونا. العموم هنا الان داخل مركز الولاده بالقطاره مركز الخاص بالقطاره كما تشوفوا يعني السلطه المحليه على راسها قائد قياده المنابهة دائره البور بالاضافه رئيس الجماعه وكذلك رئيس الدائره. الان العمليه انطلقت هنا اليوم بجماعه المنابهة معنا احد يعني الناس اللي واقفين يعني على هذه العمليه هذه. تفضل سيدي مرحبا بك في قناه شوف تيفي. يعني بانك تقرب لنا من الصوره ديال الانطلاق عمليه قرب شويه الميكرو عمليه انطلاق عمليه ديال التلقيح او تطعيم المواطنين باللقاح الخاص ضد كورونا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد عمادة رئيس لجنة الخدمات والمرافق العمومية في الجامعة الترابية المنابهة. كيف كتشوفوا اولا كنرحبوا بكم الدور ديال التوقيع ديال هذا اليوم الاول من هذه الحمله يعني ديال التلقيح. كيف كتشوفوا الامور غادية الحمد لله مزيانة وكاين اقبال على التلقيح والناس صاهرة. كنشوفوا السلطة المحلية ولا الدرك الملكي والقوات المساعدة كنشوفوا كل شيء متعبئ لهذا اليوم هذا ونتمنوا من الله التيسير ويرفع عنا الله هذا البلاء والوباء ونشكروا جلالة الملك اللي خدا البادرة ديال هادشي ديال التلقيح الله يكمل. نعم يعني شحال تقريبا الناس اللي يستفدوا هنا في جماعة المنابهة من التطعيم ديال تلقيح فيروس كورونا؟ دابا ما نقدرش نعطي رقم بالضبط لأنه كاين السلطة المحلية هي اللي عندها ليست ديال الناس اللي كيستافدوا ربما من 75 سنة والفوق. كتكون تقريبا حوالي شي 300 وشي حاجة اللي غادي تستافد اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعم يعني وكيفاش يتم اشعار هاد الناس هادو اللي تنعرفوا بانه الناس اللي تيستافدوا فوق من 75 سنه يعني فوق عفوا فوق من 45 سنه يعني كيفاش يتم الاخبار لهاد المواطنين هادو؟ الطريقه ديال الاخبار كيف قلت لك قبل لا ليست كاينه عند السلطه المحليه وكيتم الاخبار ديال السيد من طرف عون السلطه يوم قبل التاريخ الاخبار ديال السيد اللي معنا. خليه مريح خلص. نعم يعني شنو هي الرساله اللي بتوجه للمواطنين هنا بمنابه؟ الرساله اللي بتوجه للناس هي بانه التلقيح راه مهم وهذا رهان كبير اخذته الدوله بجميع المكونات ديالها و
وكنقول الناس بانه اللي تم الاخبار ديالو خصو يجي يتلقاه، لانه الهدف ديالنا هو نوصلوا لواحد المناعه جماعيه اللي كتكون ان شاء الله الاستقرار ديال البلاد وتكون الصحه في احسن حال ان شاء الله. مرحبا، شكرا لك. اذا على العموم كما استمعتوا معنا من خلال هذا المباشر التصريح، هذا نشوفوا احد المواطنين كما تشاهدوا معنا اللي استفد الان من التلقيح يعني والتطعيم ديالو من باللقاح المضاد لفيروس كورونا. نشوفوا يعني الشعور ديالو بعد ما تم التطعيم ديالو بهذا اللقاح هذا. الحاج كي داير؟ دابا ولات يعني كيفاش المره كيفاش جاتك هذه المبادره هذه ديال التلقيح؟ واحد الله يعز موالها اللي خدموها طيبالو فيها. نعم. والله يعز الجماعه ويعز القياده ويعز كل شيء معنا. كل الناس اللي تيدخلوا اللي يقولوا التلقيح ما مزيانش، هذوك راه ما عندهم دماغ. نعم. وهذا الشيء راه مزيان نمر واحد، كل واحد. ضربتي الحاج انت ضربتي دروك الشوكه. نعم. ياك لاباس عليكم انتم وكاين. احنا باقي صغار، احنا مازال ما وصلتناش. انت. انت بعدا. نعم اسيدي تفضل. كلشي زين الحمد لله. الحمد لله. ديال الجامعه وديال القياده وديال سيدنا، كلشي النمر واحد غادي. اشنو هي شنو تقول للناس اللي ما بغاوش يجيو يديروا التلقيح؟ تنقول لهم هادشي كلشي راه مزيان، راه فيه العلاج. راه فيه العلاج للامه ديال الشعب ديال الملك. راه فيه الامه. نعم، شكرا لك الحاج، تبارك الله عليك. الله يعاونك. تبارك الله عليك. يعني لما نشوفوا كما تشوفوا الناس، هادو الناس اللي تقريبا اللي استفدوا يعني من التطعيم كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر، يعني واللي تم الاستفاده ديالهم، يعني تيكونوا هنا فرحه ديال باش انه تم المراقبه ديالهم بعد ما تتم التطعيم ديالهم من هاد بطبيعه الحال باللقاح الخاص بفيروس كورونا. السلام عليكم الحاج. كي داير السيدي؟ بخير الله يطول عمرك. قول لي السيدي، ضربتي اللقاح؟ أيام. نعم. 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 كيفاش جاتك انت هذه المبادرة هذه؟ عيان شوية مريض شوية. واخا الشريف، واخا. واخا سيدي، الله يشافي، الله يشافي، الله يشافي. على العموم كما شاهدتوا معنا من خلال المباشر، يعني تيتم يعني وضع المواطنين اللي تم التطعيم ديالهم باللقاح. يعني في مكان خاص للمراقبه يعني الصحه ديالهم. وهذه هي العمليه اللي تجري الان يعني داخل مركز الولاده، داخل مركز الولاده بالقطاره كما تشهدوا معنا، بانه رئيس الجماعه ديال المنابهه نجيب اجدي بالاضافه لقائد قياده المنابهه وكذلك اعوان السلطه اللي واقفين عن كتب كما تشاهدوا معنا من خلال المباشر، من خلال مراقبة الناس المستفيدين من خلال بطاقة التعريف الوطنية عبر كنانيش خاصة بهذا يعني هذه المبادرة. تشوفوا أنه أعوان السلطة وكذلك المسؤولين يعني واقفين، يعني الناس الكبار تمدوا لهم يد المساعدة وتقربوهم من هذه الخدمة كما تشوفوا معنا من خلال هذه المباشر المتتابعين. الحمد لله انه كاين اقبال. هذا هو يعني النقطه الايجابيه هنا في العالم القروي، انه تيكون واحد الاقبال واقبال كبير ديال المواطنين على عمليه التلقيح بعد ما تتم يعني اخذ المعلومات الخاصه بهم يعني عبر البطاقة التعريف الوطنية ولوائح خاصة يعني تتم يعني تسجيلهم داخل تطبيق خاص خاصة وزارة الصحة اللي تتسهر عليه يعني الأطر التمريضية هنا بدار الولادة بالمنابهة كما تشاهدوا معنا الآن. ويعني تتم استقبال المواطنين كما تشاهدوا معنا داخل الخيام من اجل السهر على الراحة ويعني والسلامة ديالهم بعد التلقيح، يعني المراقبة ديال بطبيعة الحال المراقبة ديالهم الحالة الصحية بعد الاستفادة من التطعيم متتابعينا. على العموم احنا اليوم في قيادة وجماعة المنابهة دائرة الغور عمالة مراكش تنشوفوا العملية ديال التلقيح بدات هنا في دار الولادة بقطارة. شكرا لكم وتحياتي لكم متتابعينا من خلال هذا المباشر.